السلام عليكم، تبع الاخبار ديالي في hesport.com. when I was in Holland, I played well. Yeah, I had a lot of prizes. I was champion with Ajax, with AZ Alkmaar, and also I was like the best player of the year and the top scorer of the year. And when I went to Fiorentina, I didn't play that much. In the beginning, I played, and after that, I was injured for a while, and after that, I didn't play that much. So I think that's why. And this year also, in the beginning, I played well. I scored, and after I get injured for 3 months, and after that, I didn't play. So that's why. انا كنت في 2003 مع الزاكي، و كنت عندنا واحد ماتش اميكال مع شي ليكيب في اسبانيا، ولكن انا كنت مريض هذا الماتش وما لعبتش هذا الماتش، ولكن كنت تما. و على الا غادي نهضر على الكوتش انا عندي ارفارينغ معها مزيان، وهو مزيان مع اللاعبين، مع ليكيب كيهضر مزيان مع اللاعبين، مع كل شيء، وعنده حتى التكتيك ديالو مزيان. و لا مزيان زعما كوتش مزيان. علاش ما نعرف، ولكن هاد الساعه كنت في اكسلسيور وباقي صغير، وكاينين بزاف د اللاعبين، بزاف د ديلانتيروس مزيانين في هذا الوقت. و الزكي ما عيطليش، ولكن عنده زعما بزاف د اللاعبين مزيانين وبزاف د ديلانتيروس مزيانين، وهاد الساعه انا كنت باقي صغير. الله اعلم، حتى انا ما نعرفش هذاك السبب. في الاول كنلعب شي من يد الماتشات، كنت كنلعب دائما وكنلعب مزيان الحمد لله، ومن ثم كنت شويه مضروب شي 3 شهور، ومن ثم هو ما كيلعبنيش، والسبب ما نعرف، الله اعلم. انا سولت وانا هضرت معاه، و هو قال لي لا انا ما عندي حتى بروبليم معاك، وصافي، ولكن ما كيلعبنيش. الله اعلم. انا في الاول حتى في فيورنتينا في الاول كنلعب، ومن بعد كان انا مشيت مع المغرب، لعبنا هذا الماتش ديال موزمبيك وقيلا ديال موزمبيك، ورجعنا، ولكن انا رجعت بلاسي ومضروب، وشي حتى الوقت شي شهرين وشي حاجه كنت مضروب، ومن ثم مشينا كوب دافريك، واللي رجعنا كنلعب، ولكن كنلعب مره ماشي تيتولار دائما، وهذا الشيء اللي هادشي اللي جا لهنايا. ايوا ان شاء الله يكون الخير. دابا عندنا اولتيمو بارتيدو، ومن ثم غادي نشوف فين غادي نمشي. انا باقي عندي عام في فيورنتينا، وباقي خصنا نهضر مع مالاغا شنو بغاو هما، وغادي نهضر مع فيورنتينا ومع المانجر ديالي، غادي نشوف اش غادي ندير. دائما كاينين شي فرقات الحمد لله، ولكن دابا ما نقدرش نقول لك فين غادي نمشي، باقي ماشي سيغورو شي فرقه فين غادي نمشي دابا. أه
حتى في الا كتلعب تورنوا خصك عندك حتى شويه ديال السويرتي الزهر. وحنايا كنت تما لعبنا الماتش الاول خصنا نربحو درنا تعادل ومن تما اولتيمو بارتيدو مع سود افريك لعبنا مزيان خصنا نربحو ولكن الزهر ما كونش معنا. ولكن اش غادي نقول في التورنوا كاينين شي مرات عندك الزهر حتى الزهر اللي مهم وهذاك الزهر ما كانش معنا هذا الوقت. ولكن ان شاء الله في الكوب 2015 في المغرب ان شاء الله غيكون حتى الزهر معنا وتما مع الجمهور ديالنا الحمد لله دائما كيشجعوا الفرقه والوطن دائما مزيان. وان شاء الله ان شاء الله غادي ندير شي ريزولتال مزيان. وكنعرف كاملين مغاربه كيبغيو نربحنا هذيك الكوب دافريك ايوا ان شاء الله حتى حنايا ولكن يكون الخير. حنايا غادي ندير المسود ديالنا وغادي ندير الخدمه ديالنا وحنايا مجموعين مع الجمهور ديال المغرب ان شاء الله يكون الخير. هادشي ما عارف فين كاين هادشي عمرني ما كاين هادشي شكون كيقول هادشي الجمهور زعما لا 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 هادشي حتى حنايا بغينا نلعب مع المغرب الوطن ديالنا المغرب ديال الوطن ديالنا وضروري حتى حنايا بغينا نلعب في الا كنلعب في المغرب بحال والا كنلعب مع المغرب كندير اكثر من المجهود ديالنا. وهذا الشيء ماشي زعما حنايا الا غادي نلعب مع المغرب غادي نديرو بشويه وكنخاف على رجلي وهذا الشيء مكتب الا وقع شي حاجه هذا الشيء مكتب الا مضروب ولا شي حاجه ماشي زعما غادي نمشي للمغرب وغادي ندير قل لا 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 انا بعدا ما كنعرفش هذا الشيء. هو عيط وانا هدرت معاه وهدرت معاه مزيان وقال لي زعما الا خصني نلعب زعما خصني نلعب تيتولار والا غادي نلعب ان شاء الله غادي نكون معاهم. هادشي اللي هدرنا وانا قلت له زعما التوفيق وكل شيء بالسلامه وكل شيء غيكون الخير ان شاء الله. ضروري انا مغربي ولا لا ضروري بغي نكون تما في المغرب وغادي نلعب غادي ندير شي ريزولتال مزيان غادي نلعب مع الجمهور ديالنا في بلادنا ضروري بغي نلعب تما ان شاء الله. الحمد لله انا مهم انا فرحت على الكارير ديالي انا فرح الحمد لله. وهذا الشيء اي لعبه عنده هذيك بروبلم عنده هذيك المشاكل ما في الكارير ديالك عندك الطريق وفي هذا الطريق ماشي دائما الطريق يكون مزيان نيشان كاينين شي مره كاينين شي كورفات ماشي هذيك ماشي غير الزهر هذيك مكتاب وانا الحمد لله انا فرحت وكاينين مدربات كيعجبك وكاينين مدرب لا الستايل ديالك ديال كيفاش كتلعب وكل شيء هذاك الكره هذاك اي العالم كاينين بزاف ديال اللاعبين كبارين ما كيلعبوش
وعنده مشكله مع مدربين ولا مدربين ما كيبغيوش لاعب ولا ستيل ديالو ولا كاليتي ديالو ديال الكره هذيك الكره. ما كنفكرش بزاف على هذا الشيء. انا باقي صغير وباقي الحمد لله باقي بغي نلعب الكره، ولكن بعد مره كنفكر على هذا الشيء، وان شاء الله الا غادي نبغي ندير نكون اترينادور ان شاء الله. الا غادي نسالي الكاريير ديالي نبغي ندير شي حاجه مع اللاعبين ولا ندير اترينادور في المغرب ولا في اي بلاصه ان شاء الله. لا انا قبيله ما كنعرفوش، ولكن ان شاء الله هذا الوقت اللي غيجي يكون مزيان وغيدير الخدمه مزيان مع الفيدراسيون ديال ماروك، وان شاء الله بالتوفيق يكون الخير ان شاء الله. السلام عليكم، اتبع اخبار ديالي في hespress.com.